أصالة التي تنتظر طرح ألبومها الجديد مهتمة بالتفاصيل خلال أيام لم تتوقع أن يسبقه حملة موجهة ضدها على مواقع السوشيال ميديا. أصالة اللي صرحت مؤخرا بعدم الذهاب إلى لبنان حتى لو دفعوا لها مبالغ طائلة لم تتوقع أن تنال كل هذا الهجوم والمطالبة بمقاطعتها. رغم مضي شهرين على حادثة توقيف أصالة في مطار بيروت بتهمة حيازة المخدرات والإفراج عنها بعد أقل من 24 ساعة والتزام أصالة الصمت وعدم التصريح بأي شيء في الإعلام، إلا أنه مؤخراً أثارت أصالة غضب الشارع اللبناني إثر تصريحاتها الأخيرة لمجلة زهرة الخليج، حيث تصدرت غلاف المجلة تحت عنوان عريض: لو تدفعوا لي مليار دولار لن أذهب إلى لبنان. تعود قضية أصالة مجدداً إلى الواجهة، وتم تفعيل هاشتاج بعنوان مقاطعة من يهين لبنان، فقد كتب الإعلامي جوزيف أبي فاضل على اللبنانيين الشرفاء مقاطعة صيحات أصالة التي أخلت سبيلها الضغوطات دون معرفة تاجر المخدرات والموزع، وكتب آخر بندعي الإذاعات اللبنانية عدم بث أغانيها قبل أن تعتذر، فيما لام قسم آخر من المغردين كل من كتب ضد أصالة، حيث كتب أحد المغردين: شعب موتور غبي، ترك كل المصايب يلي عم يغرق فيها ولحق قصة سخيفة مش مظبوطة، وياريت حدا منهم يلي ما بيعرفوا يقروا فتح المقال. وكتب آخر مدافعا عن أصالة: من حق أصالة ترفض تجي لبلد حاول يلفق علي تهمة وسخة. وكان تصريح أصالة قد جاء خلال سؤالها حول ما إذا عرض عليها مبلغا ضخم من المال لقاء مشاركتها في أحد البرامج التي تصور في لبنان، فقالت أصالة: لو دفعوا لي مليار دولار وأحضروا لي المبلغ كاش، بما أن شكل المصاري حلو مع ذلك لن أذهب إلى لبنان. من جهة أخرى تستعد أصالة لإصدار ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان مهتمة بالتفاصيل، والتي بدأت حملة ترويجية له يتضمن هذا الألبوم ثلاثة أغنيات لبنانية سورية: من حارة عتيقة وبيت صغير بابه الأزرق مكتوب عليه حكاية لأولاد صغار. أيضا تحضر أصالة للبدء بتصوير موسم جديد من برنامج سولا، وستقدم أصالة في كل حلقة أغنية جديدة خاصة بالبرنامج.